يا مساء الخير، اهلا وسهلا بيكم. حلقه جديده والسادسه، تحياتي لكل الاهلاويه اللي بيبداوا معانا حلقه النهارده. وخليني ابدا واقول انه زي كل اهلاوي اي مباراه بيظهر فيها الاهلي، مش مرتبط على فكره الموضوع بنتيجه المباراه، مكسب خساره او حتى تعادل، مرتبط بشكل الاهلي واداء الاهلي وروح الاهلي ظهرت على مدار 90 دقيقه. وكم من ماتشات كتير جدا انا شخصيا الاهلي اتغلب فيها وقمت سقفت اللعيبه، لانه حسيت اللعيبه عملت اللي عليها بس ما كانش يومنا، وانه التوفيق ما كانش موجود معانا. ماتش الصفاقسي لو طبعا المباراه التاريخيه اللي ما تتنسيش، اللي فزنا فيها بدوري ابطال افريقيا قبل ما ابو تريكه يجيب الجون هدف الفوز بثواني بسيطه جدا، كنت قمت خلاص وحسيت ان المباراه يعني في انفاسها الاخيره، وكنت بقوم قمت كده قلت الرجاله عملت اللي عليها وخلاص، وحصلت المفاجاه بعدها وقدرنا نفوز بالبطوله. لكن اللي عايز اقوله انه نتائج المباراه مش ممكن ابدا تكون او يتقاس على اساسها ردود الافعال. بتزعل ان الاهلي خسر، بتزعل انه الاهلي يعني فقد مثلا نقاط او فقد فرصته في المنافسه على بطوله، ده شيء وارد جدا في كره القدم. والفريق واللي وراه جمهور شبعان بطولات ما بيزعلش قوي وما بيضايقوش قوي لما يبقى يوم فرقته فيها مش موفقه. لكن اللي يضايقه بجد واللي ضايقني بجد اكتر من الخساره في مباراه الهلال السوداني هي حاله الشحن الزايده، حاله ال يعني الاستفزاز او محاولات استفزاز النادي الاهلي او محاولات الاعتداء على النادي الاهلي، وخصوصا لما تكون في السودان. واحد، نفصل ونحدد بشكل واضح وصريح انه العلاقات في الرياضه بين جماهير انديه او بين ادارات انديه لا تؤثر على الاطلاق بين متانه العلاقات بين الشعوب، وخصوصا لو كنا بنتكلم على العلاقات بين الشعوب العربية، وخصوصا أيضا لو كنا بنتكلم على علاقات الشعب المصري وعلاقات الشعب السوداني اللي حقيقي حقيقي بدون مبالغة هما في النهاية شعب واحد. لكن عشان نحط ده في الإطار الصحيح أو عشان نتكلم في ده بالشكل المظبوط، لازم نعرف كويس جدا أنه الحقوق، وإن كان النادي الأهلي في أوقات كبيرة جدا بحكم أنه كبير القارة، كبير القارة وكبير الأندية الأفريقية وكبير الأندية العربية بتاريخه وببطولاته وبأرقامه وبإنجازاته، ففي أوقات كثيرة جدا بيترفع، وفي أوقات كتير جدا بيكون هو اللي عنده الرغبة الحقيقية في أنه تظل العلاقات قوية وأن لا تتأثر بأي شكل من الأشكال، وخصوصا إذا كان للجماهير دور في الخروج عن النص. يعني لما يحصل ده، وده حصل كتير جدا 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 وتحديدا مع نادي الهلال السوداني في مواقف كتيره جدا، لكن لما بيبقى الامر طالع من الجمهور، قد ترى اداره النادي الاهلي في بعض الاوقات انه مفيش ما يدعو الى تصعيد الامور، مفيش ما يدعو انه الامور تتصعد، وانه الافضل انه نتجاوز. وده كان موقف النادي الاهلي واداره النادي الاهلي في سيناريوهات كتيره جدا ومختلفه جدا كانت الاعتداءات فيها او تخطي الخطوط الحمراء فيها واضحه للجميع، واخرها طبعا سيناريو الموسم الاخير في دوري الابطال. حضراتكم فاكرين طبعا مباراه الاهلي والهلال في السودان كانت عامله ازاي، وحجم الاعتداءات اللي تعرضت ليها بعثه نادي الاهلي كانت عامله ازاي. وده شيء هتكلم عنه لانه شيء غريب جدا جدا، موقف مش مفهوم. مفيش منافسه بين الاهلي والهلال تدعو لهذا الكم الكبير جدا من التحفز. يعني انا مش شايف ما يدعو ليه في حاله، انا اسف ان انا اقول بين قوسين، كراهيه شديده جدا للنادي الاهلي. احنا مش بننافس بعض، شتان الفرق بين الاهلي وبين نادي الهلال السوداني، في فرق السماء من الارض. وبالتالي حاله التنافس دي معناها ايه، او الترجمه بتاعتها ايه، او اسبابها ايه، مش قادر افهمها ومش قادر استوعبها، غير انه في حاله شحن زايده من المسؤولين في نادي الهلال لجماهيرهم. ما عنديش مبرر تاني، لانه بالتاكيد الجماهير عارفه كويس جدا انها لا تنافس النادي الاهلي، وانها بعيده كل البعد عن منافسه النادي الاهلي. حدودها هي حدود الدوله السودانيه، حدودها هي المنافسه على البطولات المحليه، لكن افريقيا الهلال مع كامل الاحترام والتقدير، ده مش تقليل منه، لكن دي حقيقه، غايب تماما حتى عن الوصول للادوار الاقصائيه. حدوده هو دور المجموعات. وبالتالي لما يكون النادي الاهلي حاضر دايما في النهائيات، ولما يكون النادي الاهلي صاحب اكبر عدد من الالقاب والبطولات، فالفوارق واسعه جدا، الفوارق واسعه جدا، مفيش مساحه منافسه بين الاهلي
والهلال. لكن لما يحصل ده بقى المره دي مش من الجمهور، حضراتكم عارفين الاتحاد الافريقي كان اصدر قرار بمنع الجماهير الهلال السوداني من حضور المباراه، رغم ان ده ما حصلش طبعا، ده واحد من التجاوزات اللي رصدتها اداره النادي الاهلي في شكوتين، شكوى قدمت للاتحاد الافريقي وشكوى ايضا قدمت للخارجيه المصريه. هقرا لحضراتكم تفاصيلهم واقول لكم ايه اللي جه في الشكوى، لكن الاهم بالنسبه لي هو انه في بعض الاصوات من نادي الهلال بتلوم اداره النادي الاهلي على تصعيد واحد، وهو ان كان مش تصعيد الحقيقه انا ما بعتبرش انه تصعيد، احنا بنتكلم هنا عن مطالبه بحق نتيجه اعتداءات تقريبا متكرره في كل زياره من النادي الاهلي للسودان. ولما قلت يعني كنت بقول في البدايه انه من الوارد جدا انه يحصل حاله شحن للجمهور اللي موجود في المدرجات فتحصل الاعتداءات دي فتكون اداره النادي الهلال مش مسؤول عنها، من الممكن جدا ومن الوارد جدا ان صوت العقل في اداره النادي الاهلي يخلي الموضوع او يخلي الامور تعدي بسلاسه حفاظا على حسن العلاقات بين الناديين، بين الناديين، وبكرر مره تانية احط تحتها 10 خطوط بين الناديين. لكن لما يحصل الامر في غياب جمهور يبقى هنا في شبه التعمد، وما ينفعش نقول ابدا او ما ينفعش يصدر عن مسؤولين في نادي الهلال تصريحات بيقولوا فيها انه اللي بيحصل ده اجواء طبيعيه في كره القدم، لا اطلاقا، وده مش ممكن يحصل في اي مكان في العالم. والحقيقه انا انتظر كمان رد فعل من الاتحاد الافريقي بناء على البيان بتاع النادي الاهلي ومطالبته باتخاذ اجراءات وعقوبات ضد نادي الهلال تكون رادعه حتى لا يتكرر ذلك في ملاعب كره القدم الافريقيه، مش بس الاهلي والهلال، المناظر دي والمشاهد دي لابد ان تنتهي. بنتكلم على اهم بطوله في القاره واكبر انديه افريقيا بتلعب فيها، وبالتالي المشاهد دي انتهت من العصر الحجري في العالم كله، فلا يجب ان تستمر في ملاعبنا. تفاصيل اكتر معاكم في السادسه، بس اسمحوا لنا نروح لفاصل ونرجع نبدا حلقتنا. طبعا المشاهد يعني واضحه ويمكن نتنقل منها كتير اثناء احداث المباراه نفسها، يعني فتره ال 90 دقيقه اللي هي عمر زمن المباراه حصل احداث كتيره جدا كان فيها خروج عن النص من الاداريين او المسؤولين عن نادي الاهلي نادي الهلال السوداني. لكن الحقيقه كمان يمكن اللي ما نقلتوش كاميرات التلفزيون انه حتى ما قبل المباراه كان في تجاوزات حصلت ضد بعثه النادي الاهلي، انه بعد انتهاء المباراه ايضا كان في اعتداءات داخل ملعب المباراه ضد لعيبه زي علي لطفي وضد لعيبه، وبالمناسبه في بعض الكاميرات كاميرات الموبايلات يعني رصدت التعديات دي او الاعتداءات دي، وحمدي فتحي اوضه لبس النادي الاهلي. الحقيقه سيناريو ما ننتظروش ابدا ابدا من اشقاء يعني والحقيقه كمان انه الواحد مش عايز اقول انه بنندم على انه في وقت من الاوقات ليه المعامله ما بتكونش بالمثل، مش ممكن ابدا احنا في مصر نقول كده، وما اعتقدش انه في تاريخ الاهلي المصري استضافته لاي نادي سواء كان عربي او افريقي او حتى عالمي على ارض مصر ما كانش عنوان الاستضافه دي هي حسن الاستقبال وحسن الاستضافه، والاهلي الحقيقه بيعامل ضيوفه يعني كاحسن ما يكون. فيعني لا ننتظر المعامله بالمثل، لكن في حدود ادنى، في حدود ادنى. احنا مش بنتكلم هنا رياضه، احنا بنتكلم على حضاره وعلى ثقافه شعب. نادي الهلال يمثل الكره السودانيه، وبالتالي هو يمثل الدوله السودانيه ويمثل الشعب السوداني بتاريخه الطويل والعميق الممتد يعني في جذور التاريخ، دوله كبيره وعظيمه يعني. فبالتالي لابد ان الامور دي تبقى يعني تتم مراعاتها. خلينا نروح ل نص الشكوى اللي تقدم بها نادي صباح اليوم ضد نادي الهلال السوداني بسبب ما تعرض له فريق النادي الاهلي من اعتداءات وتجاوزات تنافي كل الاخلاق الرياضيه واللوائح المنظمه للعبه كره القدم، ذلك قبل واثناء وبعد المباراه التي جرت بين الفريقين يوم السبت الماضي في الجوله الثانيه لدور المجموعات ببطوله دوري رابطه الابطال. جاء في شكوى الاهلي: أثناء المران الوحيد لفريقنا في ملعب الجوهرة الزرقاء يوم الجمعة الماضي قام بعض مشجعي الهلال باقتحام الملعب وقذف الألعاب النارية على اللاعبين في حضور ممثل الكاف الذي قام بمعاينة الأجسام المغذوفة وتدوين الواقعة في تقريره. كاف ورغم قراره بإقامة ذات المباراة بدون حضور جماهيري نظرا لعدم توافر شروط السلامة في هذا الملعب وإبلاغ النادي الأهلي بذلك، إلا أن نادي الهلال لم يلتزم بهذا القرار وسمح لما يزيد على
ألف متفرج من جماهيره بحضور المباراة، كما أنه لم يلتزم بتوفير وسائل انتقال آمنة ولائقة لفريقنا، وكذلك غرق غرفة ملابس لاعبي الأهلي بمياه الصرف الصحي عقب المباراة. عندما نزل الطاقم الطبي لفريق الهلال لعلاج أحد لاعبيه أثناء المباراة، قام أحد أفراد هذا الطاقم بالاعتداء على لاعب النادي الأهلي محمد عبد المنعم بإحدى الأدوات الطبية، وترتب على ذلك قيام حكم المباراة بإشهار البطاقة الحمراء له، وكان يستوجب ذلك مغادرته لملعب المباراة نهائيا، إلا أنه أصر على البقاء على مقاعد بدلاء فريق الهلال حتى نهاية المباراة، وراح يكيل السباب والشتائم لحارسنا محمد الشناوي، وحاول الاعتداء عليه أثناء خروجه عقب نهاية اللقاء. قام أحد أفراد الطاقم الإداري لفريق الهلال بالاعتداء بالضرب على لاعبنا علي لطفي، وآخر منهم اعتدى على لاعبنا حمدي فتحي في مشهد بعيد كل البعد عن الأخلاق الرياضية. لم يوفر نادي الهلال تأمين السلامة لفريقنا، وقام مشجعوه الذين تواجدوا في ملعب المباراة بالمخالفة لقرار الكاف بالتجاوز في حق رئيس وفد النادي الأهلي وطاقم السفارة المصرية بالسودان، والاعتداء على لاعبينا أثناء مغادرتهم للملعب وفي الممر المؤدي لغرف الملابس. ما حدث في ملعب نادي الهلال يوم السبت الماضي هو سيناريو تكرر مرات من قبل، وتعرض لاعبو الأهلي للخطر في مباريات سابقة أقيمت بين الفريقين بالسودان يوم 1/2/2022. طبعا ده مثال واحد طبعا على ما يلاقيه الأهلي في مبارياته في مواجهة الهلال السوداني، شيء صعب الحقيقة وشيء لا نتقبله أبدا، وشيء لا يعكس عمق العلاقات وقيمة وحجم الروابط الكبيرة جدا اللي بتربط بين الشعبين المصري والسوداني. والأكيد في ده، وبعيدا عن التعامل مع الجهات الرسمية سواء كان الكاف أو كان حتى الخارجية المصرية، حالة استياء كبيرة كانت بتتكلم على جماهير بالملايين، شافت كل ما حدث أثناء المباراة وعرفت ما حدث، حتى السوشيال ميديا النهاردة ما بقتش بتخبي حاجة، فملايين من جماهير النادي الأهلي. سيبك من قصة ثلاث نقاط وسيبك من قصة المنافسة أساسا على البطولة، في روابط وفي علاقات متينة جدا لابد من الحفاظ عليها، وكتير إن لم يكن الأغلبية الكاسحة، ومش هبالغ لو قلت كل جماهير النادي الأهلي استاءت جدا 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 من شكله ومن حجم التعامل مع النادي الأهلي وبعثته في السودان الشقيق. نفس الأمر يمكن تكرر، ويمكن ده اللي يسمى التصعيد، لكن اللي حصل مع الكاف ده حق مشروع وحق طبيعي جدا واجراء طبيعي ممكن ياخده اي نادي، مش بس مع الهلال السوداني، لكن اي نادي عنده الرغبه انه يحافظ على حقوقه، والاهم من ده كمان انه يمنع تكرار المشاهد دي في مواجهاته في القاره الافريقيه كلها مش بس السودان. لكن اللي حصل مع الخارجيه المصريه ده اللي ممكن يتقال عليه تصعيد، وخلينا نشوف ونستعرض مع حضراتكم بيان الاهلي او مذكره الاهلي اللي رفعها النهارده للخارجية المصرية. الأهلي يرفع مذكرة إلى وزير الخارجية بتجاوزات الهلال السوداني وجماهيره. تقدم النادي الأهلي اليوم بمذكرة إلى معالي الوزير سامح شكري وزير الخارجية، يشكو فيها التجاوزات والاعتداءات التي تعرض لها فريق الأهلي ولاعبيه وجهازهم الفني قبل وأثناء وبعد مباراة الهلال التي جرت السبت الماضي بملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان. وسرد الأهلي في مذكرته كل تفاصيل الاعتداءات التي جرت سواء أثناء المران الوحيد للفريق في السودان بالألعاب النارية، وما تعرض له لاعبو الأهلي وجهازهم الفني والإداري وأفراد البعثة المصرية بعد نهاية اللقاء، سواء من الجماهير التي تم السماح لها بدخول المباراة بالمخالفة لقرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بإقامة اللقاء بدون حضور جماهيري لعدم توافر شروط السلامة التي حددها الكاف في ملعب الجوهرة الزرقاء، أو التجاوزات والاعتداءات التي قام بها البعض من أفراد الطاقم الإداري والطبي لفريق الهلال بحق لاعبي الأهلي. وأكد الأهلي في مذكرته على أن السفير المصري بالسودان هاني صلاح بذل جهودا كبيرة مع البعثة وشاهد ووثق كل الأحداث والتي سبق أن تكررت من جانب نادي الهلال وجماهيره في أعوام سابقة، ورفض الأهلي التصعيد في ذلك الوقت حرصا على العلاقات الطيبة بين البلدين. ننتظر بقى يعني إجراءات الحقيقة، إذا كان الاتحاد الأفريقي حريص الحقيقة واحد نمرة واحد حريص على سمعة الكرة الأفريقية وأكثر حرصا على عدم تكرار المشاهد اللي احنا شفناها دي في ملاعب
في مختلف البطولات، مش بس بطوله دوري ابطال باعتبارها البطوله الام او البطوله الاكبر والاهم على مستوى القاره. النهارده بنتكلم على تطوير مسابقات، وبنتكلم على تطوير بنيه تحتيه، وبنتكلم على مسابقه سوبر ليج. فمن الاولى الحقيقه ان احنا نحاول نمنع المشاهد دي اللي انتهت خلاص، ما بقيناش بنشوفها في اي مكان في العالم الحقيقه. عايز اكلمكم طبعا كلامنا على ماتش اهلي واسوان بكره كتير في حلقه النهارده، مباراه مهمه جدا وما زلت في صداره المسابقه رغم انك انت لعبت 15 مباراه بس، طبعا نتيجه مشاركتك في كاس العالم ونتيجه مشوارك في دوري ابطال افريقيا، فبالتالي ليك من المؤجلات اللي يسمح لك بتعزيز التقدم ومواصله الحفاظ على فرق النقاط الواسع بينك وبين كل منافسيك، سواء كنا بنتكلم على فيوتشر، كنا بنتكلم على بيراميدز، او كنا بنتكلم حتى على الزمالك المصري. خليني اقول لحضراتكم النهارده كانت التمرينه الاخيره، تمرينه صباحيه، مستر كولر عمل تمرين صباحي النهارده، جزء منه بدني، جزء منه تكتيكي، وجزء مرتبط بالمحاضره اللي اتكلم فيها على طريقه مواجهه اسوان باذن الله بكره ان شاء الله. المباراه هتقام الساعه 3 الظهر او 3 عصرا يعني على ملعب اسوان، باذن الله تكون مباراه يعني موفق فيها النادي الاهلي ويقدم لنا عرض قوي ونتيجه كويسه. فاصل ونرجع نكمل معاكم حلقة النهاردة من السادسة. الكلام في اللي جاي ده عن برشلونة، عشاق البارسا يركزوا معانا كويس جدا لأن معانا اسم مهم جدا داخل نادي برشلونة، هو بيب بوادا، كبير كشافي برشلونة السابق وقدم عدد كبير جدا من الأسماء والنجوم، وخصوصا أنه الموسم ده تقدر تقول أنه صحيح طبعا هو البارسا محليا متفوق ومقدم موسم ولا أروع بعد سنين طويلة جدا من عدم الاستقرار وإعادة بناء الفريق، لكنه قاريا برضو خلينا نقول مازال البارسا بيعاني ومش قادر يرجع لنا نسخة البارسا اللي سيطرت على كل الألقاب في أوروبا. خلينا نرحب بيب بوادا ضيفنا في السادسة، بداية طبعا أهلا وسهلا بك على شاشة الأهلي وشكرا على مشاركتك معنا في السادسة. أشكركم على هذه الدعوة وأتشرف بوجودي معكم. يعني بالتأكيد أثناء عملك في برشلونة قدمت للفريق عدد كبير من الأسماء، يعني تقول لنا بداية أهم وأبرز، البارسا طبعا طول عمره نادي كبير وأعظم نجوم العالم، أعظم الأسماء، كل الأسماء لعبت فيه، يعني رونالدو، مارادونا، رونالدو طبعا، نازاريو، مارادونا، رونالدينيو، فيجو، وميسي، وتشابي، إنيستا، وغيرهم، لكن مين أهم الأسماء اللي خرجت في وقت بيب بوادا؟ قبل أي شيء لا أريد تشخيص الأمر في شخصي وأنني أنا الذي قدمت الأسماء، لأن هذا عمل الكثير من الأشخاص يعملون في هذا القسم، هناك العديد من الأشخاص يستحقون التحية أيضا، يتابعون المباريات ويتابعون مباريات الفرق الصغيرة ويبحثون عن اللاعبين الذين بإمكانهم أن يتسموا بشخصية فريق بحجم برشلونة، ولهذا هو عمل ونتاج عمل كبير لقسم كبير وليس شخصي أنا فقط، من الإعداد في مدرسة لاماسيا والبحث عن المواهب. الأمر أكبر بكثير من مجرد اسم وكيفية تأقلم الجميع على الأجواء داخل النادي والعمل، لأن برشلونة بطبيعة الحال هو نادي يبحث دائما عن البطولات واستخدام اللاعبين والمواهب الشابة من أجل تنشئتهم بأفضل شكل ممكن، ولهذا أقول أن العمل هو عمل مهم للغاية بكل تأكيد، وليس عمل فرد، هو عمل مدربين والأطباء النفسيين وأطباء التغذية. أنت تتحدث عن منظومة كبيرة، ولأن برشلونة يبحث عن سينيور بوادا. خليني معلش أقف مع الجزئية دي، لأنه برشلونة فريق أو نادي عنده شخصية كروية، فريق ليه ستايل ما بيتغيرش باختلاف الأجيال، وعدد كبير جدا من الأسماء نجحت مع البارسا جت في سن صغيره جدا، منهم طبعا قصه ليو ميسي، منهم طبعا انيستا، منهم تشابي، دول اللي انا عرفتهم اعرفهم او عشتهم يعني عشت قصتهم من البدايات. ازاي بتقدروا
تكتشفوا انه اللعيبه دي في السن الصغيره دي ليها مستقبل كبير، وانه اللعيبه دي اللي ممكن تراهن عليها انها تكون شايله مستقبل فريق بحجم برشلونه. كما قلت لك نحن هناك فلسفة وهناك منظومة عمل، بداية من عمل البحث عن هؤلاء الشباب، كيفية البحث عنهم وكيفية تحديد إذا كان هذا النشء يستطيع أن يتحمل الضغوط الخاصة بفريق بحجم برشلونة. نحن نتحدث عن هناك العديد من المواهب أيضا مثل سيرجي روبرتو وميسي الذي جاء من الأرجنتين إلى برشلونة، ولهذا يجب أن تفهم ما يحتاج هذا النشأ وتفهم نفسيته وطبيعة شخصيته، والأمثلة كثيرة على كثير من اللاعبين. طيب أروح لموسم برشلونة الحالي المتوهج محليا ولكنه يعاني أوروبيا. خليني أسألك الأول محليا، هل بتشوف ده أنه نقدر نقول بالنسبة لعشاء البارسا يعني أو جماهير البارسا في العالم كله أنه ده موسم العودة للطريق الصحيح على المستوى المحلي، وإيه هي فرص البارسا في تحقيق لقب لاليغا من وجهة نظرك؟ نعم، البارسا يمر حاليا بفترة طيبة للغاية، بعد فترة ناجحة للغاية على المستوى الأوروبي. من الطبيعي وهذا يحدث في جميع الأندية، فأنت كنت تمتلك أفضل اللاعبين في العالم مثل ليونيل ميسي الذي كان يقدم الأداء الكبير، وتشابي أيضا، وكان هناك نظام في النادي. وبطبيعة الحال مع تغيير وخروج هذه الأسماء أن يحدث نوع من الاهتزاز. نحن الآن الأمور أصبحت أفضل، وهناك العديد من اللاعبين الشباب مثل جافي وبيدري، لاعبين قادرين على أن يعيدوا برشلونة مرة أخرى للبطولة، وهناك اللاعبين الكبار مثل سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا. وأعتقد أن برشلونة يدخل مرحلة جديدة، وأتمنى أيضا أن يكون على المستوى الأوروبي بنفس الأمر كما يحدث في الليغا. خرج من الشامبيونز ليج لكن ما زالت فرصه قائمة، رغم أنه بتنتظر موقعة يعني نارية في الأولد ترافورد في مواجهة عملاق انجليزي عنده شخصية البطل طبعا مانشستر يونايتد بعد تعادل في الكاب نو بنتيجة 2-2. ازاي بتشوف فرص البارسا في لقاء العودة، وهل تجاوز اليونايتد معناه انه البارسا قريب من تحقيق لقب بطولة اليوروبا ليج؟ الأمر صعب بكل تأكيد. مانشستر فريق تطور كثيرا هذا الموسم، وستكون مباراة صعبة بكل تأكيد. هذه المباريات والمباريات الإقصائية الحظوظ تكون فيها متساوية. هناك مشكلة أيضا في البارسا أن هناك جافي سيغيب وبيدري مصاب، لا أعلم مدى إمكانية عودته من الإصابة في المباراة العودة، ولكني أعتقد أن البارسا قادر على تخطي المباراة المقبلة. خليني أسألك على شكل البارسا في الموسم القادم. قصة الموسم وكل موسم بتتكرر تقريبا هي فكرة أو الكلام اللي بيثار حول عودة ليو ميسي مرة تانية لصفوف برشلونة اللي ظهر جديد. تقارير بتقول انه البارسا اتفق بالفعل مع نجم طبعا منتخب الارجنتين ونجم اليوفي الحالي دي ماريا على اللعب لصفوف البارسا في الموسم المقبل، وايضا تقارير ربطت اسم النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول باللعب لصالح البارسا. مين فيهم الاقرب من وجه ومن وجهه نظرك مين تفضل، ومين بتشوف انه ممكن يخدم وينجح بشكل كبير مع برشلونه الموسم المقبل؟ بالنسبه لي اتمنى بطبيعه الحال الاثنين. انت تتحدث عن لاعبين كبيرين يمتلكان قدرات كبيره سواء ميسي او صلاح. ليو أعرف ليو جيدا منذ أن كاد في مدرسة لاماسيا، وعاشرته في جميع مراحله. أما فيما يتعلق بصلاح فهو ليس لدي أي شك
فأنه لاعب يقدم كرة قدم رائعة وسيكون إضافة كبيرة لبرشلونة، ويمتلك الشخصية القيادية أيضا، وهو وأي فريق في العالم يتطلع لأن يمتلك مثل هذه الأسماء الذي تستطيع صناعة الفارق. صلاح، وصلاح بطبيعة الحال هو أحد هؤلاء اللاعبين. ليفربول في مواجهة الريال، مواجهة مهمة ونارية جدا، ولقاء وسيناريو تكرر كتير في النسخ الأخيرة من تشامبيونز ليج. مين الأقرب في الفوز في مباراة بكرة من وجهة نظرك، الريال ولا ليفربول؟ ومين الأقرب عموما للتتويج بلقب تشامبيونز ليج من وجهة نظر بيب وادا؟ في هذه الأوقات من الصعب أن تقول من من الفريقين المرشح. نعم، الفريقين يمتلكان بطبيعة الحال تاريخا كبيرا، ولديهم لاعبين كثيرين قادرين على صناعة الفارق. ريال مدريد فريق يمتلك بطبيعة الحال وبكل تأكيد الروح التنافسية، ويمتلك أفضل اللاعبين. فيما يتعلق بليفربول، الفريق بدأ يعود تدريجيا لمستواه في السنوات الأخيرة، لم يقدم مستوى مميز في بداية الموسم في البريمير ليج، ولكني أعتقد أن الفريقين يمتلكان نفس الحدود في هذه المرحلة الإقصائية. جافي وبيدري، اتنين من مواهب لاماسيا، هل بترى او بتتفق مع الراي اللي بيقول ان هم امتداد طبيعي لانيستا وتشابي؟ وهل بتشوف ان مستقبلهم قادرين على التطور وعلى تحقيق نفس الارقام اللي حققها الجيل الذهبي طبعا بقياده تشابي وانيستا نجوم البارسا في السابق؟ التطلعات بكل تأكيد طيبة للغاية بشأن هذين اللاعبين، سواء بيدري الذي يتميز بالقدرات العالية. هما لاعبان يقدمان أمور كثيرة تشبه إنيستا وتشابي بطبيعة. بكل تأكيد الفوارق كبيرة بين اللاعبين لأنهما ما زال في بداية مشوارهما، ولكني أعتقد أن بإمكانهما تقديم الكثير لبرشلونة، وهما أيضا لاعبين يتحملان ضغوط فريق مثل برشلونة، وأعتقد أنهما سيعيدان فترات تواجد تشافي وإنيستا في برشلونة. هما لاعبان مهمان للغاية، وأعتقد أنهما سيقدمان أفضل مستوى لهما في المستقبل. موتشاس جراسياس سينيور وادا. طبعا بشكر طبعا نجم برشلونة، وواحد طبعا من كبار الكشافين في برشلونة، كان مدير في جرانادا أو غرناطة بالعربي، بيب وكان ضيفنا في السادسة. كل الشكر ليك وكل التحية لكاتالونيا وإسبانيا وبرشلونة. إيه قصة ماتش الأهلي وأسوان، وليه المباراة دي من وجهة نظري متواضعة جدا في منتهى الأهمية ببساطة شديدة جدا، لأنها قبل موقعة حاسمة وفاصلة. أنا بشوف ماتش السبت اللي جاي مهم جدا 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 في تحديد مسار التذكرتين المؤهلتين للمرحلة الإقصائية في دور المجموعات في مجموعتنا، الأهلي سان داونز، الهلال القطن الكاميروني، وبالتالي مباراة ما تقبلش أبدا الاسم على اتنين. وبكرة على الرغم أنها مباراة مهمة طبعا في الدوري، ومهم جدا تاخد ثلاث نقاط وتحافظ على الفارق في الصدارة، لكن الأهم كمان أنك تقدم أداء مقنع يقول أنك جاهز لموقعة السبت اللي جاي. فاصل ونرجع لكم مع نجم حلقتنا كابتن أحمد عادل في السادسة. طيب نبدأ بملف الأهلي وأسوان. زي ما قلت قبل الفاصل، المباراة مهمة جدا لأسباب كتيرة. واحد طبعا أنك أنت تحافظ على صدارة جدول الترتيب اللي ما زلت بتتمتع بيها، رغم أنك أنت طبعا ما لعبتش غير 15 مباراة، وبالتالي مهم أنك أنت ترجع بثلاثة بونت. مهمة كمان أو صعبة من ناحية التوقيت، أنت لغاية دلوقتي في فبراير بس لعب خمس ماتشات، كلهم ماتشات دولية مع بطل أوروبا ومع بطل أمريكا الشمالية ومع بطل كونكاكاف ومع بطل أوقيانوس، وبالتالي ومع بطل السودان. فبالتالي لعب خمس ماتشات بالتأكيد خدوا من تركيز ومن مجهود ومن المخزون البدني لعيبة كتير جدا، وعندك رايح لموقع يوم السبت في منتهى الأهمية ومع فريق من أتقل الفرق في أفريقيا سان داونز. فبالتالي ماتش بكرة في غاية الصعوبة وغاية الأهمية. خلينا نتكلم على مشوار الأهلي في دوري ومشوار الأهلي في دوري الأبطال مع نجم حلقتنا النهاردة اللي بيشرفنا طبعا في السادسة، الإسكندراني الجدع احمد عادل. كابتن احمد مساء الخير حبيبي استاذ احمد، اخبارك ايه؟ سعيد جدا وانا موجود مع حضرتك، جاي لنا من اسكندريه.
يعني بين اسكندريه وبين القاهره. منور الدنيا دايما هنا ولا هناك، منور الدنيا كمان. ربنا يخليك، ربنا يخليك جزاك الله. يعني كنت بقول ماتش اسوان ماتش صعب، يعني كتير من الناس ممكن تقول لك لا دي بروفا سهله او فرقه، على الرغم انه اسوان السنه دي بصراحه وبالذات مع كابتن ايمن رمادي عاملين شغل كويس جدا، وبالتالي ممكن ابقى ما ببالغش لو قلت انه اسوان اللي نشوفه نسخه الدوري السنه دي غير كل اسوان اللي ظهر قبل كده في مسابقات الدوري. لا خلينا نتكلم عن فريق اسوان، لا فريق جيد، فريق عنده شخصيه مع كابتن ايمن رمادي بيأدي بشكل جيد، وخصوصا مع الفرق الكبيره، خصوصا مع الفرق الكبيره بيقدر يأدي بشكل جيد، فريق منظم. لكن انا بشوف صعوبه المباراه في توقيتها حتى على النادي الاهلي، في توقيت اللي هو الساعه 3 الساعه 3 الظهر ده الظهر، فممكن مع كتر السفر زي ما حضرتك اشرت للمجهود البدني والسفر الكتير، حتى في شاركه النادي الاهلي في بطوله كاس العالم للانديه والسفر والرجوع، وان هو يقعد يومين في مصر وبعد كده يطلع على السودان. اعتقد ان مستر كولر في المباراه دي اتمنى يعني ان هو يعمل عمليه الروتيشن لبعض اللعيبه اللي هي ما بتشاركش، وخصوصا هنتكلم مش هنقول ما بتشاركش، لكن مهم جدا يدفع بعناصر غير اللي كانت موجودة الفتره الاخيره. طب خلينا نروح نشوف، انا يعني معلوماتي اللي جات لي النهارده الصبح ان اسوان الجو فيها حلو جدا، جو كوره والدنيا لطيفه، فخلينا نروح لزميلنا محمد توفيق موجود هناك يطمنا. النهارده كانت التمرينه الصبح زي ما قلت لكم في بدايه الحلقه تمرينه صباحيه، نعرف كده التمرينه الاخيره على ملعب اسوان ونطمن على يعني فرقه النادي الاهلي وعلى اخبار التمرينه الاخيره، ومستر كولر بيفكر ازاي لمباراه الاهلي واسوان بكره. محمد مساء الخير. مساء الخير زميل عزيز احمد، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وكمان للضيف الكريم كابتن احمد عادل نجم النادي الاهلي. اهلا بيك يا محمد، ويعني طبعا انا عارف انه الاهلي في اسوان شعبيه وقاعده جماهيريه وحسن استقبال، واهل اسوان طول عمرهم اهل كرم. كلمني عن الاجواء عندك في اسوان الاول، الناس والجو قبل ما نخش في جو يعني المباراه نفسها. يعني بالطبع زي ما انت ذكرت يا احمد قبل ما نتكلم كمان في الكوره، فعلا الاجواء في اسوان اكثر من رائعه، تحس ان في يعني حاله فرح او يعني مهرجان بوجود النادي الاهلي هنا في اسوان، فرحه عارمه، الناس بتقابلنا في كل حته بيشجعوا الفريق، حتى كابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، الوزير العام فاروق، نائب رئيس مجلس الاداره دكتور محمد شوقي، كنا في جوله برضه هنتكلم عليها خلال مداخلتنا. لا استقبال اكثر من رائع، كمان محافظ اسوان بنفسه يعني زي ما بنقول يعني بنفسه استقبل مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه كابتن محمود الخطيب النهارده يعني عصرا، وكمان رحب واتكلم قد ايه ان يعني شرف كبير جدا وجود كابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس اداره النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي، واشاد كمان فريق النادي الاهلي خاصه بعد مشاركته في المونديال العالمي وكاس العالم للانديه، واتكلم قد ايه ان شعب اسوان فرحان جدا بوجود النادي الاهلي وعامل حاله من البهجه داخل اسوان هنا. وكمان اللي بيزيدها يا احمد زي ما انت قلت الجو، الناس الطيبين، الشعب المضياف الكريم، كلها اجواء اكثر من رائعه، ان شاء الله تكتمل بكره فوز النادي الاهلي وتحقيق 3 نقاط مهمه جدا في مشوار البطوله والحفاظ على المقدمه باذن الله. ان شاء الله نتكلم على اليوم الاخير في استعدادات الاهلي لمباراه اسوان، عارف ان التمرينه كانت صباحيه النهارده وانت بالتاكيد حضرتها او حضرت جزء منها، طمنا كده على لعيبه النادي الاهلي، مين ممكن يكون داخل القايمه، مين من اللي كانوا مستبعدين او مش ظاهرين بسبب الاصابه او الاستبعاد حتى على المستوى الفني من مستر كولر ممكن يكون قريب من مباراه بكره. يعني يا احمد بالتاكيد مفيش وقت للراحه، الفريق على طول فور العوده من السودان، تدريب بالامس وتدريب الرئيسي النهارده طبعا على استاد اسوان كان في التمام 11 صباحا، يمكن كان تدريب قوي جدا، تدريب بتاع امبارح كان برده تدريب استشفائي خفيف، ولكن النهارده التدريب كان قوي جدا، شارك فيه كل العناصر اللي كانت في البعثه مسافره الى السودان، طبعا العناصر الغائبه او اللي مش كانتش موجوده في بعثه السودان استمر غيابها ومش موجوده النهارده، كمان يعني عمرو السليه خارج القائمه بالطبع، لكن جميع اللاعبين الموجودين شاركوا بشكل كبير جدا وبشكل اكثر من رائع في التدريبات، كل اللعيبه اللي موجوده هنا في اسوان جاهزه بنسبه 100% انها تشارك في المباراه، سواء اللاعبين اللي تم الاعتماد عليهم في مباراه الهلال او كمان اللاعبين اللي ما شاركوش او ما حالفهمش الحظ ان هم يكونوا موجودين في التدريبه الاساسيه، هم جاهزين بالطبع، اي 11 لاعب هيتم اختيارهم من قبل الجهاز الفني ان شاء الله بكره يكونوا قادرين على حمل تيشيرت النادي الاهلي وتقديم مباراه كبيره جدا تليق باسمه وجماهير النادي الاهلي باذن الله. عايز اقول لك الحاله المعنويه والفنيه والبدنيه اكثر من رائعه، يمكن تم غلق بشكل تام الملف الافريقي والتركيز فقط دلوقتي في
في الملف المحلي. ده يمكن الجانب الرياضي يا احمد في وجود النادي الاهلي هنا في اسوان، ولكن في جانب مهم جدا سواء وطني او مجتمعي بيقوم بيه الدور النادي، بيقوم بيه النادي الاهلي هنا. يمكن كان في زيارتين على طول ورا بعض قام بيهم كابتن محمود الخطيب، بيرافقه يعني الوزير العام فاروق نائب رئيس مجلس الاداره، وكمان الدكتور محمد شوقي عضو مجلس اداره النادي الاهلي. كانت البدايه بزياره اللي هو اشرف عطيه محافظ اسوان هنا، اللي يعني تم تبادل الدروع والهدايا التذكاريه ما بينه وما بين كابتن محمود الخطيب تقديرا لوجود النادي الاهلي وقيمته ومكانته هنا في اسوان. وبالتالي كمان كابتن محمود الخطيب من منطلق الدور الوطني اللي دايما بيلعبه النادي الاهلي يعني اصدر تعليماته ان يتم انتاج فيلم دعائي عن اسوان للترويج السياحي لنقطه غاليه جدا او بلد وبقعه غاليه جدا على كل مصر، وهي اسوان بشعبها المضياف. كمان بعد كده كابتن محمود الخطيب والوفد المرافق ليه توجهوا لمستشفى الدكتور مجدي يعقوب للقلب، ويمكن كابتن محمود الخطيب كان موجود اثناء افتتاحه، ولحد اللحظه دي كابتن محمود الخطيب مساند ومجلس الاداره والنادي الاهلي والنادي الاهلي بشكل كامل مساند لكل المبادرات اللي بتفيد اي مواطن على ارض مصر. ده طبعا الدور المجتمعي الكبير. يمكن دكتور مجدي يعقوب وجه الشكر لكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي على حضورهم ودعمهم، وان شاء الله قريبا يتم الاعلان على العديد جدا من اوجه التعاون ما بين النادي الاهلي وما بين مؤسسه الدكتور مجدي يعقوب لعلاج القلب. وان شاء الله دايما يا رب النادي الاهلي في تقدم وكل المؤسسات الوطنيه المصريه في تقدم يا احمد. مش جديد ولا غريب على النادي الاهلي وعلى اداره النادي الاهلي. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز محمد توفيق من اسوان. طبعا دي الاجواء والحقيقه يمكن دايما ما فيش مناسبه والله بجد جت فيها كلمه اسوان الا ما دايما افتكر اهلها وناسها دايما بكل الخير. صحيح اهل مصر كلهم طيبين، بس الطيبه في اسوان في حتة تانية شوية. ناس الحقيقة يعني أخلاق وكرم ضيافة ومشاعر حب ومشاعر ود، حتى وهم ما يعرفوش أنت جاي منين ولا رايح فين. لعبت في أسوان قبل كده؟ كتير. وشعب أسوان شعب طيب مضياف زي ما حضرتك بتقول، بيستقبل حتى النادي الأهلي بكل ترحاب، وده حاجة مش جديدة على أهل أسوان. فده اللي أنا أتمناه دايما على جميع المحافظات، لكن بالاخص محافظه اسوان بجماهيرها بناسها، لا فعلا خير استقبال. وده واضح من حتى كمان بشيد بزياره كابتن محمود الخطيب لمؤسسه مجدي يعقوب، ودي حاجه مش جديده على مجلس اداره النادي الاهلي وعلى رئيس النادي الاهلي. دايما النادي الاهلي سباق بالخير، سباق بالكرم الضيافه، وحاجه تشرف طبعا اكيد. طيب اروح لماتش بكره شايفه ازاي؟ وكنت بتقول لي قبل يمكن ما نعمل مداخله مع محمد توفيق انه تتوقع بكره تغيير على الطريقه او التشكيل اللي هيلعب بيه النادي الاهلي، شايف ده ازاي؟ وشايف قرايه مستر كولر ازاي لماتش اسوان؟ شايف ان الراجل ممكن لازم يبقى مركز الفتره دي بالاخص على عمليه الروتيشن وعلى عمليه الاستشفاء، يعني مهم جدا الراجل بعد اللعيبه. بتتكلم انه اكيد في حساباته ماتش السبت. اكيد ما يعني خلينا واقعيين ان برضو النادي الاهلي بلعبته باوضه اللبس بتاعته بجهازه الفني بيقدر يقفل صفحاته كويس. يعني قفل الملف الافريقي خلاص ومركز في بطوله الدوري، اكيد مباراه مهمه زي ما نقول مع اسوان، ولكن برضو عايزين نركز ان الراجل برضو عينه على ماتش سان داونز. دي حاجه برضو واقعيه، لكن اعتقد ان في بعض التغييرات ممكن تحصل لكن مش في طرق اللعب. اعتقد في بعض المراكز ان الراجل مش ممكن يعتمد على بعض الناس. ظهر الاجهاد على لعيبه الاهلي في ماتش او اثر الاجهاد على، يعني كان واضح بالنسبه لك وانت بتتفرج على ماتش الهلال ان اللعيبه مجهده او مش فورمتها الطبيعيه؟ كان واضح بشكل طبيعي. كبير جدا، لان اللي معودنا عليه لعيبه النادي الاهلي وده يذكر دايما في جميع المباريات او جميع البطولات، حته ان الكوره حتى لو مش ماشيه معاك المجهود البدني والروح والعزيمه والاصرار لازم تبقى متواجده. لكن المجهود البدني اللي كان عليه ضغط بشكل كبير جدا كل القوام الاساسي لفريق النادي الاهلي على مدار الشهر اللي فات بالكامل، اكيد لازم كان هيأثر في المباراه حتى مع توقيت المباراه هناك في السودان. اعتقد ان الاجهاد كان باين على اللعيبه بشكل كبير جدا، وخصوصا دايما لما بنتكلم على فريق النادي الاهلي بنتكلم على مفاتيح لعبه الكتير، الاجهاد على علي معلول، على عبد القادر، على سواء من الناحيه الثانيه سواء حسين الشحات، كان طاهر برضو شارك من اول المباراه. لكن اعتقد ان بعد عمليه الروتيشن اللي ممكن الراجل يقوم بيها في فريق اسوان دي هتدي الافضليه للنادي الاهلي. شايف مين يبدا بكره الماتش؟ ممكن ياخد الشناوي. الشناوي ممكن يبدا، هيبدا برضو راجل شغال، هيبدا بياسر ابراهيم ويبدا بعبد المنعم، يبدا ناحيه اليمين خالد عبد الفتاح، وممكن يدي الراحه لهاني شويه لان عليه ضغط كبير جدا الفتره الاخيره، يدي لخالد عبد الفتاح. الناحيه الثانيه يدي محمد اشرف.
وخصوصا اللعيب جيد جدا، لعيب صغير شاب نزل المباراه الاخيره ادى بشكل جيد، خصوصا كان ضغط كبير عليه جدا، اكيد احتكاك كبير جدا بالنسبه له في مباراه السودان مع الهلال. رغم ان الوقت قليل بس بشوف من افضل المرات اللي ظهر فيها محمد اشرف. ظهر فيها لان هو مفتاح لعب كويس، يعني دايما بنتكلم حتى لما هيشارك الناس هتقارنه بعلي معلول، ان انت نزلت عملت ايه، علشان كده بقول دي مسؤوليه. ضغط على اي لاعب برده طبعا، يعني اي لاعب قاعد على الدكه لعلي معلول هيبقى عارف انه بمجرد ما ياخد الفرصه وينزل الناس هتقارنه بعلي معلول، وده ينطبق على اي لعيب كبير بيلعب في اي مركز وجنبه لعيب لسه طالع، لعيب صغير غصبا عنه لازم هيقارن. لازم هيقارن بعد ذاته علي معلول، يعني ممكن يبقى عبء نفسي او يعني حاجه تاثر على مستواه. اكيد هتسبب له ضغط بشكل كبير جدا. هنا برده مهم جدا عمليه تحمل الضغوط، الضغوط لازم يبقى متعود عليها، وفعلا اشرف لا لما بينزل بيبقى كويس وبيأدي بشكل جيد، مش راهب حتى الموقف. ومعلش اسمح لي كمان يا احمد، والجزئيه كمان بتاعه تعرف جماهير الاهلي لا تكل ولا تمل، وده حقها طبعا محدش يقدر يلومها، وانا واحد من يعني زيكم في اوقات كتير جدا لما بقف اتكلم مع ناس وعن الاهلي، والناس بتوقفني كتير جدا اتكلم عليه تقول لي الاهلي مثلا يعني محتاج راس حربه، الاهلي محتاج بلاي ميكر، الاهلي محتاج باك شمال مع علي معلول. احساس كمان اللعيبه اللي بتلعب في البوزيشن ده ورا علي معلول انه الجماهير دايما بتطالب بانه يبقى في لعيب كمان في البوزيشن ده، ده برضه نوع من انواع الضغط. اكيد ده لازم، وده موجود داخل النادي الاهلي، عشان كده بنتكلم على لعيب نادي الاهلي هو مختلف عن اي نادي تاني، الضغوط اللي بيشارك فيها حتى الضغوط اللي بتبقى موجوده فيها. انا بشوف ان سكواد النادي الاهلي هو التوب ليفل في مصر، ان انت لازم هتقارن بعلي معلول. حتى قبل كده لما كنا بنشوف في حراسه المرمى مهم جدا ان اي حارس مرمى موجود لازم هيقارن بالشناوي، لكن بعض المراكز لا، مهم فيها الدعم، وده بيفرق حتى مع الجهاز الفني، ان انت عندك لعيب واثنين وثلاثه في مركز، وخصوصا مع النادي الاهلي بيشارك في 6 أو 7 بطولات على مدار الموسم، مهم جدا ان الدكه تبقى على نفس كفاءه الناس اللي موجوده داخل الملعب، بحيث لما يحصل عمليه روتيشن الراجل المدير الفني ما يحسش ان في اختلاف بين الراجل اللي كان موجود بره او الفريق الاساسي اللي بيعتمد عليه، لكن ده موجود داخل النادي الاهلي، يعني الناس اللي بره انا بشوف ان هي زي الناس اللي جوه افضل. عايز اكلمك شويه في علاقه اللاعب بالمدير الفني. اكيد بيقرا، يعني اكيد بتقرا المدير الفني ده مقتنع بيا، مقتنع بتوظيفي والمهمه، مطلوب مني مش مطلوب مني، وبالذات قرايتك كمان لمستر كولر مع صفقات الاهلي الجديده، شايف ده ازاي؟ يعني لعيب زي كريستو مثلا جه كانت الناس سعيده جدا بيه، برونو سافيو في البدايات كان واضح انه راجل مقتنع جدا بيه واشركه وادى في بعض الماتشات، كريستو بره الحسابات، سافيو بره الحسابات، قندوسي بيدخل ياخد في المباراه، بتشوف ده ازاي؟ اكيد الراجل عنده من الخبرات ومن القدرات ان هو يتعامل حتى مع اي صفقه جديده، وخصوصا مع النادي الاهلي هو بيديله الصلاحيات ان هو يختار حتى الصفقه اللي جايبها او ان هو يشوفها او ياخد الاوكي مثلا من الراجل. اكيد لما بيجي هنا برضو طرق اللعب او طريقه اللعب داخل النادي الاهلي مختلفه عن اي نادي تاني، الضغوط اللي كنا بنتكلم فيها مختلفه عن اي نادي تاني. هنا معدن اللعب بيبان في المباريات لما بديك فرصه واثنين يعني وثلاثه. يعني قصه لعيب اكتر من قصه مدرب. خلاص انا قصه مدرب، انا جيت ولعبتك وبداتك اساسي، حتى كما كنا بنتكلم على برونو سافيو ان الراجل حركه من رقم 10 ممكن لعب على طرف الملعب شويه وقدر ان هو يجيد في المكان دوت، وقدر يحرز في مباراه السوبر امام الزمالك هدف، لكن بعد كده الراجل كان بيعتمد عليه 10، بيعتمد عليه طرف من اطراف الملعب، لكن المردود كان فيه افضل مثلا من ناحيه عبد القادر في المكان دوت ان هو يحجز مكانه. هنا ده بيصب كله في مصلحه الفرقه. كريستو لسه ممكن لعيب صغير، لعيب ممكن توقيت، يعني اعتقد ان في بعض المباريات كريستو هيبقى ليه دور، هيبقى ليه دور زي ما الراجل الفتره الاخيره. بالمناسبه اللي عايز يتفرج على كريستو ماتش تونس، عارفين ان امم افريقيا للشباب بتتلعب دلوقتي، واللي ما يعرفش ماتش بكره تونس وجامبيا هيتلعب الساعه 4 لو الرقم او الذاكره يعني ما خانتنيش، الساعه 4 بكره و4 العصر، وكريستو هتبقى طبعا في نفس توقيت المباراه الاهلي، لكن تقدر تتابعها بعد كده تتفرج على كريستو اللي اعتقد انه هيشارك اساسي بكره مع منتخب تونس. موهبه يعني مبشره الحقيقه، نتمنى انها تصنع الفارق مع الاهلي. لعيب جيد ولعيب صغير، لعيب مواليد 2003، انا بشوف ان هو اضافه لفريق صغير دي يا ابو حميد. لا البطوله افريقيا اللي تحت ال 20 دي
اغلب لاعبات اللعيبه الافارقه فيها محترفين في اوروبا، وفي منهم بيلعبوا في انديه كبيره. انا قصدي صغير على قوام الاساسي النادي الاهلي. لا يعني 2003 بيفضل صغير لغايه 26 سنه او الناشئين. لا ان هو موجود داخل قوام الاساسي النادي الاهلي. لا بيشوف امبابي وهالاند طلعوا ازاي وعندهم قد ايه وكسروا الدنيا واتباعوا بكام وسنهم كام، بيزعل والله. فلا هو صغير على ان هو موجود داخل سكواد النادي الاهلي. أيوة. ومتوسط الاعمار يعني 30 قدامه يعني مشوار يعني باذن الله ان شاء الله قدامه شويه كبير. وقدامه فرصه حتى هندوسي ايه ظهور اول ليه في ماتش الهلال شفته ازاي؟ انا بشوف ان دي الحاجه الايجابيه اللي حصلت في المباراه. ظهور جيد، لعيب اضافه هيبقى النادي الاهلي، صفقه ان شاء الله تبقى اضافه للنادي الاهلي. لا كان نزل حوالي ربع ساعه او ثلث ساعه لنزلها، ادى بشكل جيد وكل ما هياخد يعني هيخش في وسط الفرقه. اعتقد مستر كولر يديله ماتش اسوان من بدايته؟ ما اعتقدش ان هو يبدا يعني، ممكن يبقى تغييره جيده. ممكن تبقى تغييره جيده. والراجل بينزل لضيف بصراحه. يعني الربع ساعه اللي خدها في مباراه الهلال لا قدر ينزل لضيف للناحيه الشمال. عارف في كتير من 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 يعني المحللين اصحاب نظريه او اصحاب مدرسه انه اللاعب ما ياخدش مباراه رسمي الا لما يقضي فتره طويله مع الفريق وينسجم والفريق يعني يفهم طريقه لعبه وهو يفهم طريقه لعب او تفكير المدير الفني. في ناس ثانيه تقول لك لا في عصر الاحتراف الكلام ده ما فيش، انا عامل صفقه وبالذات صفقه في موسم انتقالات شتويه، لعيب جاي جاهز يجي يلعب على طول. مع ضغط المباريات مع النادي الاهلي الموضوع ده هيواجه صعوبه شويه لاي صفقه جديده. لان انت بتلعب كل 3 4 ايام مباراه، فهنا الراجل بيبقى مثبت تشكيل، الراجل بيبقى مثبت طريقه لعب. ان انت تغير في التشكيل، ودي يمكن ظهرت بعض المشاكل لما الراجل قدر يغير كتير في التشكيل الفتره الاخيره، سببت له مشاكل شويه في الناحيه الهجوميه. يعني لما الراجل غير في مباراه ريال مدريد في الخط الامامي، لعب بيرسيتاو ولعب بطاهر ولعب يعني ما كانش متعود ان هو الفتره الاخيره كلها هو ده التشكيل اللي بيلعب بيه، ممكن الاداء الهجومي شويه اثر بالسلب. لكن كتر التغيير في التشكيل ده هيسبب مشاكل للمدير الفني، وده اللي بيبقى حريص عليه جدا مستر كولر ان هو ما يغيرش كتير. أيه. مع ضغط المباريات ما اعتقدش ان الراجل هيغير اكتر من 3 او 4 لعيبه في التشكيل. قفشه علامه استفهام بالنسبه لك الفتره دي؟ لا قفشه انا بشوف ان هو بيأدي بشكل جيد، لكن لا مش بالضروره مش السؤال مش على مستواه، السؤال على مشاركته. يعني كونه بيبدا اساسي في بعض الماتشات ما بيبداش اساسي في ماتشات تانية، هل ده بالنسبه لك شيء مستغربه ولا ده يخش في اطار فكره التدوير اللي بيلعب بيها مارسيل كولر؟ لا خلينا واقعيين ان الراجل لما بيعتمد لما بيغير طريقه اللعب، ساعات في فتره الراجل بيلعب 4 3 3 وفي فتره الراجل بيلعب 4 2 3 1، هتلاقي 4 2 3 قفشه بيلعب. لعبنا 4 2 3 1 في ماتش هلال، قفشه ما كانش موجود. بالعكس لجأنا الرباعي يعني اول مره بيلعب مع بعض. ما هنا ده اللي انا بقول لحضرتك عليه. لو هتغير في التشكيل وبعض العناصر مش موجوده، او لو هتغير في طريقه اللعب وبعض العناصر مش موجوده، الاداء الهجومي هيتاثر. ده اللي انا كنت بتكلم فيه مع حضرتك. صحيح. لكن اداء قفشه في 4 2 3 1 اعتقد ان هو انسب واحد ان هو يلعب. طيب كمل لي التشكيل عشان اقفل ماتش اسوان. اخترت انت خالد عبد الفتاح وياسر وعبد المنعم ومحمد اشرف. محمد اشرف ويلعب اليو وحمدي. اليو وحمدي في نص الملعب. هيلعب ناحيه اليمين. مش حمدي رايح شويه؟ واليو كمان والله رايح شويه. ممكن يديله جزء، لكن ما يقدرش الراجل من الاول يبدا بمروان عطيه. ما يقدرش يبدا يعني بمروان الاول. يعني لسه ممكن ما يبداش. تمام شو. طيب حمدي واليو ديانج قدامهم. حمدي واليو ديانج ويلعب جنبهم. لا يلعب قفشه. يلعب قفشه. يلعب قفشه 10 على الاطراف. على اطراف طاهر يلعب الناحيه الشمال. انا بشوف تريح عبد القادر. بيريح عبد القادر. ممكن كهربا يبدا. وكهربا يبدا. كهربا يبدا ناحيه الشمال ويلعب بشريف. يبقى كهربا وشريف. واليمين كهربا طاهر. واليمين طاهر. ويريح حسين. طيب تعال نشوف ارقام اسوان كده بسرعه. ده معدل تسجيل اسوان للاهداف كل 10 دقائق من عمر المباراه. فرقه بتلعب يمكن في نهايات الاشواط افضل ما او فعاليتها في نهايات الاشواط افضل بكتير جدا من اي وقت تاني. في الدقيقة من 31 ل 40 22% من أهدافهم سجلوها، وفي الدقيقة من 81 ل 90 22%. تقريبا نص أهدافهم في الجزء الأخير من الشوط الأول والجزء الأخير من الشوط الثاني. الجزء الأخير من الشوط الثاني دي تحسب ليهم بصراحة، لأن ده معناه إنه
لعيبه واقفه على رجلها وبتقدر تأدي لغايه في اخر 90 دقيقه. ان هو موزع المجهود البدني على ال 90 دقيقه. 90 دقيقه ده ما يميز فريق اسوان، ما يميز فريق اسوان ان هو بيلعب من اول دقيقه زي اخر دقيقه. وده اللي بيبقى حاليا حتى جميع الاهداف هتلاقيها في اخر ربع ساعه لفريق اسوان. طيب خلينا نشوف معدل التصويبات في كل مباراه. 10 تصويبات على المرمى، ده طبعا كل ماتشات المتعلقه بالدوري المصري. منهم 9.39 يعني تقريبا 9 تصويبات، ومنهم 4 تقريبا بيبقوا على الثلاث خشبات و5 بيبقوا بره الثلاث خشبات. عندنا قصه برضه في موضوع التسديد برضه، احنا كاهلي مش اسوان، في قصه تصويب من خارج المرمى دي. سلاح كان طول عمره بيميز النادي الاهلي، طول عمرنا عندنا لعيبه في كل الاجيال شويطه وبتحل بشكل كتير جدا بره ال 18. ده حل من الحلول. يعني الفتره دي يعني بقى لنا كذا سيزون الحل ده تقريبا شبه غايب. مع ان عندنا كتير لعيبه بتشوط كويس، بس ممكن طريقه لعب الراجل او التكتيك بتاعه ده بيسمح ان تلعب على الخطوط. تلعب دي كمان مهاره سهله تنميها، يعني مش 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 موهبه محتاج اللعيب يبقى مولود بيها. في قوه وفي سنس. يلا خلينا طب نكمل ارقام اسوان دي. معدل استقبال اسوان للاهداف، وزي الحقيقه ما بيسجلوا هم في اواخر الشوط الاول والشوط الثاني كمان بيستقبلوا. اهم الفترات اللي بيستقبلوا فيها في الدقيقه 41 للدقيقه 50 ومن الدقيقه 51 للدقيقه 60، يعني من نهايه الشوط الاول ومع بدايه الشوط الثاني، وفي نهايه الشوط الثاني برضو بيستقبلوا. وده اعلى معدل طبعا. اخر 10 دقائق دايما من عمر المباراه بيبقى اضعف في وقت فيها اسوان بتستقبل اهداف. ما في توقيتات كده استاذ احمد في المباراه مهمه جدا، عمليه التركيز لازم يبقى معدي ال 100%. يعني مع بدايه المباراه لازم يبقى تركيزك عالي جدا. طيب تاخد لنا اكتر اللعيبه يا كابتن احمد اللي عملوا صناعات اهداف. احمد بالهادي. احمد بالحاج طبعا اللي راح احمد خالد. محمد ناجي 2. محمد حمدي زكي من اللعيبه الجيده جدا برضو 1. عماد فتحي برضو من اللعيبه الجيده 1. ليوناردو كاموني 1. ومصطفى محمد مصطفى محمد مصطفى 1. ناخد دول هدافين يا كابتن احمد. دول من اميز اللعيبه، يمكن من اميز اللعيبه زي ما اتكلمنا كده من صفقات حتى. هو هدفهم طبعا الاساسي محمد حمدي زكي. عنده خبرات كبيره جدا، لاعب النادي الاهلي السابق والاتحاد السكندري، عنده خبرات كبيره جدا. احمد الحاج طبعا رحل عن صفوف اسوان ومش هيشارك في مباراه بكره، ورحل عن صفوف الدوري كله حقيقه. رحل ما رجعش. طيب معانا بعد كده طبعا ليوناردو 3 اهداف، وبعد كده محمد مصطفى ملك ايفونا طبعا لاعب النادي الاهلي السابق، واحد من افضل المهاجمين اللي جم من وجهه نظري طبعا لعبوا في النادي الاهلي طبعاً. اسماعيل صلاح هدف، محمد ناجي هدف، واحمد خالد هدف. سيناريو المباراه بكره ايه؟ خلينا اسمع اجابتك بس بعد الفاصل. امبارح بعد الحلقه انا قلت في الحلقه امبارح على الشناوي، عشان ناس كتير يعني لا ممكن تكون لمته على، وفي ناس بتستغل الموضوع ده بقى وتهاجم وتكسر وبتاع على قصه الهدف بتاع الهلال. قلت في الحلقه انها الشمس، انا قلت دي وجهه نظري، شفت ان الكوره الشناوي هو بيصدها ما شافهاش، لان الكوره سهله جدا، ولو قلت لو اتشاطت على الشناوي 100 كوره كده تاني هيصدها. فطلعت بعد الحلقه حصل بقى حاله نقاش في القناه والزملاء في الفريق الاعداد، وشمس لا مش شمس، واللي يقول شمس واللي يتفق واللي يختلف. ولسه كنت بتكلم مع كابتن احمد في النقطه دي، يعني انت شايف ان الكوره سهله جدا، اسهل ما يمكن. لا هي سهله جدا، اكبر دليل ان هي شمس، يعني اكبر دليل ان هي شمس، وخطا مش من الشناوي، مش من الحارس الاول لمنتخب مصر ولا الحارس الاول النادي الاهلي او كابتن النادي الاهلي. مع امكانيات الشناوي طبعا، لان لو مش شمس الشناوي امسكها ووقف، يعني ما يفضلش ان هو يضربها. لكن كل الدعم للشناوي طبعا، ده اللي انا باكد عليه طبعا. من كل جماهير، قبل حتى احنا جماهير النادي الاهلي بتدعم الشناوي، وحتى لو خطا برضه احنا في ظهر الشناوي طبعا، ودي حاجه مش جديده. الشناوي ليه رصيد كبير جدا سواء مع منتخب مصر او مع النادي الاهلي. لكن انا ضد اي حد بيهاجم، لان انت قبل ما تهاجم ان هو جون النادي الاهلي فهو جون منتخب مصر، ومش وضد اي حد بيتكلم على الشناوي ان هو في فتره محتاج ان هو يبقى حارس، في حارس معاه
ان ينافسوا عشان الشناوي مستواه. على فكره علي لطفي منافس قوي جدا، لسه اقول لحضرتك من احسن حراس المرمى موجودين في مصر. علي لطفي من احسن حراس المرمى الشباب، مصطفى شوبير. أيوه. وده اللي انا باكد عليه، مش يعني كنادي الاهلي او سكواد النادي الاهلي او اي حد عايز يتعاقد مش هيلاقي احسن من الثلاثه دول في والله مصر. ومش هبالغ لو قلت لك وحمزه علاء ومصطفى مخلوف كمان. يعني الكلام اللي بيتقال من خبراء حراسه المرمى على الولدين دول، كمان الولدين دول مستقبل عظيم جدا لحراسه المرمى في مصر والنادي الاهلي. فاللي انا عايز اكد عليه، لو حتى انت اي حد بيتكلم بتدور على بديل في علي لطفي ده. أيوه. انا بشوف ان هو حتى لو خد هيبقى الحارس الاول للنادي الاهلي وهيبقى ليه دور في منتخب مصر. ولو علي لطفي بعد الشر يعني راح اي نادي تاني ولعب اساسي، جماهير النادي الاهلي هتعرف كويس جدا امكانيات ان علي لطفي انه جول كيبر كبير جدا. طيب عايز اروح معاك بسرعه لماتش سان داونز، بس خليني الاول استعرض معاك كده ايه قصه في دوري الابطال. دوري الابطال ماشي ازاي؟ لان احنا اتشغلنا بكاس العالم، دوري الابطال حصل فيه جوله واثنين، وبالتالي ابتدى يبان كده شكل المجموعات. تعال نستعرض المجموعات وتقول لي كده رايك فيها. شوف المجموعه الاولى قصتها ايه وحكايتها ايه. المجموعه الاولى مفترض انه ان شاء الله لو تاهلنا عن مجموعتنا هنقابل واحد من الاربع فرق دول حسب ترتيبهم طبعا. لغايه اللحظه دي بعد جولتين بيترو اتلتيكو في صداره المجموعه 4 نقاط فوز وتعادل، شبيبه القبائل 4 نقاط فوز وتعادل، فيتا كلوب مباراه واحده بس خسرها 0 نقاط، والوداد في المركز الرابع بفرق الاهداف 0 نقاط، ويتبقى الجوله الثانيه في المجموعه دي فيتا كلوب والوداد. مين اقرب كابتن احمد؟ لا انا اعتقد ان الوداد نتائجه الوداد النتائج هتتحسن عن كده. للخبرات اللي موجوده عند الوداد اعتقد ان لا بيترو اتلتيكو والوداد اللي هم ممكن يتاهلوا. بيترو اتلتيكو والوداد مين تفضل تقابله فيه؟ انا افضل اقابل ممكن مع ظروف النادي الاهلي ممكن هتقابل بيترو اتلتيكو، لكن انا اتمنى الوداد. اتمنى الوداد لان انا عايز المباراه التنافسيه. طيب ماشي، نروح للمجموعه الثانيه. مجموعتنا في المجموعه الثانيه بعد جولتين سان داونز في المركز الاول العلامه كامله، فاز على الهلال، فاز على القطن الكاميروني، الهلال السوداني والقطن الكاميروني 6 نقاط. الهلال بفوزه على الاهلي بيقفز للمركز الثاني بس من مباراتين بتبقى 6 3 نقاط. الاهلي مباراه واحده 0 نقاط، والقطن في المركز الرابع بفارق الاهداف طبعا عن الاهلي برضو ب0 نقاط، ويتبقى مباراه مؤجله كانت المفترض تكون اول مباراه للاهلي في المجموعه بس تاجلت عشان مشاركتنا في كاس العالم الاهلي والقطن. مين الاقرب يا كابتن احمد؟ انا بشوف المباراه اللي جايه امام سان داونز هتفرق مع نادي الاهلي بشكل كبير جدا. لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله اي نتيجه غير الفوز، هل شايف انها تعقد من حسابات المجموعه وتصعب من فرص الاهلي؟ اكيد هتصعب من فرصك، لكن اعتقد ان كاداء وفنيا انسب فرقتين ان هم يصعدوا سان داونز والنادي الاهلي. سان داونز والنادي الاهلي على مدار المباريات، لا النادي الاهلي وسان داونز انهم اقرب اثنين. وعلى فكره المجموعه دي فيها شبه جدا من مجموعتنا السنه اللي فاتت، وتأهل برضو منها الاهلي، كان بس بدل القطن الكاميروني كان معانا المريخ السوداني، لكن كان سان داونز والاهلي والهلال، وتأهل الاهلي وسان داونز برضو. هو ده دايما بنتكلم كده عن النادي الاهلي، هو ممكن في البدايات الدنيا ما تبقاش كويسه شويه، لكن بعد كده النادي الاهلي بيقدر يستعيد اوراقه تاني ونتائجه تاني. الفوز السبت اللي جاي يعدل شكل المجموعه مره تانيه. طيب نروح للمجموعه الثالثه. المجموعة الثالثة الرجاء المغربي في الصدارة بمباراتين 6 نقاط علامة كاملة، هوراي كوناكري الغيني في المركز الثاني 4 نقاط من مباراتين فوز وتعادل، بيبرس في المركز الثالث بنقطة وحيدة من تعادل وهزيمة، وسيمبا كان حصان أسود في البطولات أو في النسخة الأخيرة من الشامبيونز ليج من مباراتين رصيده 0 من النقاط. لا اعتقد ان هم اول فرقتين اللي قريبين بشكل كبير جدا اداء وفنيا. سيمبا تنزاني طبعا وبيبرز ده اوغندي، دي فرقه، لا فرقه انا يعني كنت دخلت كده واتفرجت عليها، لا فريق جيد جدا. طيب نروح للرابعه. يلا اخر مجموعات دوري الابطال. الترجي في المركز الاول بعد جولتين 6 نقاط علامه كامله، شباب بلوزداد فرقة الحقيقة فاجأتني شخصيا وقدمت كرة فرقة محترمة جدا منظمة جدا وعندها 3 نقاط، والزمالك في المركز الثالث بنقطة واحدة من التعادل مع المريخ السوداني
من مباراتين ثم المريخ في المركز الاخير بفارق ومش بفارق الاهداف، هم اعتقد يعني نفس الرصيد من كل حاجه، تساوي في كل شيء بين الزمالك والمريخ في المركز الرابع برصيد نقطه واحده. اللي انا اتمناه كمصري يعني ان النادي الزمالك يتاهل، لكن للظروف المحيطه بنادي الزمالك الفتره الاخيره اعتقد ان هو هيواجه صعوبه بشكل كبير جدا. لكن ترجي شباب بلوزداد بيأدوا اداء اكتر من رائع، اتمنى ان الزمالك يخش في المنافسه. يعني اتمنى ان هو يخش في المنافسه مع الترجي وشباب بلوزداد ويطلع من الكبوه اللي هو فيها. يعني انت يعني عارف انه لغايه النهارده يعني الاهلي طبعا ما لعبش غير ماتش واحد، سيبك من دور التمهيدي دور ال 32 بتاع الاتحاد من السيريا، لكن في دور المجموعات في الكونفدراليه وفي دوري الابطال ما فيش ولا فريق مصري حقق الفوز لغايه دلوقتي. ما هي دي مشكله. دي مشكله. كنا طبعا الفتره الاخيره بنشيد ان البيراميدز دايما بيشارك في الكونفدراليه او سواء فيوتشر بيشارك في الكونفدراليه، لكن ده مهم جدا للكره المصريه حتى بشكل عام. مهم جدا ان انت تحقق. كان في اشاده كبيره جدا بفريق بيراميدز لما وصل نهائي الكونفدراليه، كانت حاجه تحسب ليه، كنت اتمنى ان هو يحقق البطوله، لكن كل ما فرق مصر بتشارك في البطوله ده بيصب في مصلحه الكره المصريه اكيد. شايف ازاي ماتش السبت اللي جاي؟ النادي الاهلي اللي في ايده، يعني اللي في ايده، وخصوصا مش عايزين استعجال، يعني مش عايزين استعجال من لعيبه النادي الاهلي، مش عايزين استعجال على المكسب. مهم جدا ان انت تنزل تفرض اسلوب لعبك. فريق سان داونز عنده مفاتيح لعب، عندهم سرعات بشكل كبير جدا، فريق منظم، فريق بيعرف يلعب على الكونتر اتاك امتى، بيعرف يدافع امتى. النادي الاهلي كتاب مفتوح لاي فريق على مستوى افريقيا، لكن الاستعجال في المكسب ممكن ده اللي يأثر عليك بالسلب. لكن مهم جدا ان اللعيبه تبقى مركزه بشكل كبير جدا. هدف في اول ربع ساعه هيفرق مع اداء النادي الاهلي، وهيدي انطباع لفريق سان داونز ان انت خلاص انت مالكش حاجه من المباراه. مهم جدا ناخد المبادره في البدايه بعدم التسرع، لكن مهم جدا ناخد المبادره. استغلال الضربات الثابته ممكن هيبقى مقفل عليك بشكل كبير جدا فريق سان داونز على مفاتيح لعبك. استغلال الضربات الثابته عن طريق كورنر، عن طريق ضربات ثابته خارج ال 18، اعتقد دي من الاسلحه اللي ممكن تديك الافضليه. كباتن الفريق دورهم ايه سريعا جدا، ورسالتك ليهم ايه في التوقيت ده وفي المرحله دي واحنا رايحين على ماتش سان داونز يا كابتن احمد؟ التركيز بشكل كبير جدا في ان هم يبقوا قافلين على نفسهم كويس، قافلين على نفسهم كويس. فصل البطولات، فصل البطوله او الفقره خطوه بخطوتها، ده مهم جدا من بدايه المباراه. التركيز على زي ما بتكلم مع حضرتك كده على بعض الكور الثابته، على حته لو في حد اخطا لازم كل الكلام مع بعض اللعيبه، تقارب الخطوط، اللعيبه الكبيره عليها دور في اوضه اللبس قبل الملعب، حته لا قدر الله لو في هدف او حاجه في النادي الاهلي لازم بيرجعوا بشكل جيد بسرعه للمباراه. ده يفرق مع النادي الاهلي باللعيبه الكبيره جدا. خمس ايام قبل المواجهه عندنا صحيح مباراه بكره، لكن انا متاكد انه قادرين باذن الله ان شاء الله نعدي ماتش اسوان وناخد الثلاث نقاط، لكن الاهم بالنسبه لنا انه الخمس ايام اللي بتفصلنا عن مباراه سان داونز نكون او نستغلهم بافضل شكل عشان نكون في تمام الجاهزيه. مباراه بكل تاكيد ورغم انها لسه في بدايه المشوار لكنها مباراه مصيريه تفرق معانا جدا في اريحيه بقيه المشوار في دور المجموعات. كل التوفيق بكره وكل التوفيق السبت. حلقه الاربع هنفرد فيها مساحه كبيره جدا نتكلم فيها عن سان داونز، اخطر اللاعبين، مفاتيح اللعب، طرق اللعب، هنتكلم فيها في حلقه الاربع من السادسه. قبل ما انهي الحلقه لازم اشكر كابتن احمد اللي شرفنا ونورنا في السادسه، شكرا ليك يا ابو حميد. شكرا يا احمد، وبالتوفيق للنادي الاهلي بكره وفي مباراه سان داونز ان شاء الله باذن الله. اشكركم على المتابعه. الاربع نتقابل ان شاء الله بعد مباراه اسوان، نبارك ونحضر لمواجهه سان داونز. تحياتي لكم.